صباحا بكل الخير عطوفتك. صباح الخير إليك وللجميع ولأهلنا في محافظة كرم. أهلا وسهلا. يعني سؤال، بداية تطورات آخر التطورات المتعلقة والحالة الوبائية في طول كرم، كيف بالإمكان أن تقيم هذه التطورات؟ يعني إذا حكينا بالأرقام، إحنا وصلنا ل 936 إصابة إجمالي الإصابات، والحالات النشطة منها تقريبا 440 حالة، والوفيات منها 5، منها 2 من الوفيات كانوا يعني مخبيين مرضهم، يعني ما افصحوا عن مرضهم. وفي اللحظات الاخيره يعني كان يعني تم محاوله انقاذهم، ولكن يعني كان الامر مستفحل عندهم. التعافي تقريبا فوق ال 400 تقريبا 50 بهالحدود، 52% من التعافي موجود عندنا، وهي بتقل حاله التعافي لانه قاعده تزداد حالات الاصابات. اليوم يعني اذا حكينا بفحوصات الامس، يعني 43 حاله من فحوصات اللي كانت امبارح، اليوم تقريبا 576 عينه تم اخذها للفحص، والتعافي كان بالامس 23 حاله. نعم. مجمل في طول كرم المدينه هي الاكثر بالمجمل تقريبا 300 اصابه، ولا زالت لحد الان في عندنا 164 حاله نشطه. انا بحكي عن المدينه لوحدها. نعم نعم. الشويكي كمان في حاله كانت تزداد، وايضا كانت دير الغصون يوم امس. امبارح دير الغصون الاغلاق، مش لانه اكثر في الاصابات، بس لانه كان في 9 حالات من المدرسات. اصابات صحيح. حالات وهي يعني في احتكاك مع تقريبا 400 طالب واحتكاك واسع، فكنا كان تخوف يعني يكون في تفشي واسع في دير الغصون، وبالتالي تم اغلاق دير الغصون بالتعاون مع الجميع. نحن عمليه الاغلاق زي ما قلت سابقا بيتمش الاغلاق الا بكون في يعني نكفل شراكه البلديه ولجان الطوارئ مع الامن والشرطة والصحة وجهاز التعليم اللي أصبح لكن دور مهم جدا. أنت ذكرت قبل قليل عطوفتك أنه أنا بدي أحكي بس عن دير الغصون. نعم. كان الأداء كثير ممتاز، التزام الأهل كان ممتاز جدا في 24 ساعة اللي مضت. نعم. والطواقم اللي اشتغلت الطبية كانت يعني ممتازة جدا، ويعني والملاحظ أنه كان في جاهزية عالية جدا من البلدية، شكرا لرئيس البلدية والبلدية كل الاحترام الموجودة في نعم. في دير الغصون بالكفاءة العالية اللي اشتغلوا فيها في يعني، ونحن بالتأكيد مع الكل نتمنى أن يكون هذا التعامل السليم والاستعداد والجاهزية في مختلف الأماكن والالتزام من قبل المواطنين، لأن هناك بعض المتسربين وللأسف الشديد يعني الذين لا يلتزمون. لكن أنت ذكرت قبل قليل أن هنالك تسجيل تقريبا 5 وفيات على مستوى المحافظة، لكن آخر وفاة متى كانت؟ الأمس وقت الظهر. يوم الأمس. صحيح. نعم، يوم الأمس كانت الوفاة بسبب الكورونا، صحيح؟ بسبب الكورونا. يعني هل هذه المعلومة أنا يعني امبارح بالأمس كانت صحيح. نعم. طب أيضا فيما يتعلق عطوفتك، طالما أنك ذكرت أن في طول كرم في النسبة تتزايد في المدينة، لكن هل هذا من يعطي إشارة أنه من الممكن أن يتم التعامل في محافظة طول كرم كمحافظة مدينة وقرى وبلدة وضواحي ومخيمات وفق التصنيف الجديد الذي ستتبعه وزارة الصحة بتصنيف الإشارة المرورية مثلا؟ يعني هي بدأت يعني في التصنيفات عند وزارة الصحة، يعني هم صنفوا بالطريقة هاي. علينا نتعامل على ضوئها، مناطق خطرة اللي هي الحمراء، ومناطق أقل خطورة اللي هي الصفراء واللي تقريبا آمنة الخضراء. وأنا بقول يعني في هذه المناسبة يعني بنحكي على الكفريات، بجوز ما حداش بذكر الكفريات، الكفريات وضعها تقريبا آمن. وفي أسباب متعددة، الاهتمام الجدي في البدايات في بدايه الطوارئ، وانا بشكر رجال الطوارئ من الان ورؤساء البلديات، كان عملهم في موضوع العمال ممتاز جدا بالملاحقه وبالمتابعه، وهذا ترك اثره لحد هذه اللحظه. خفف عليهم العبء في هذه اللحظه، اللي اشتغل صح في البدايه ريح نفسه في وسط الطريق او ما بنعرفش وين الطريق بتنتهي في هذا الموضوع.
لكن لحد الآن احنا يعني مستفيدين من الإجراءات اللي تمت في الكفريات في البدايات. مع انه يعني التباعد موجود عندهم بحكم الطبيعة والمناطق والمنطقة واسعة وعدد السكان اقل، وايضا ما فيش عندهم اسواق للتبضع زي ما هو حاصل في مدينة طول كرم، ويعني وسوق العمل ايضا اقل من بكثير من طول كرم. هذه الاسباب اللي يعني شو احنا بنشوف فيها الكفريات وضعها افضل، اسباب موضوعية واسباب خاصة واسباب يعني لانهم اشتغلوا بطريقة صحيحة. لكن احنا التخوف الحقيقي قاعد بيصير في المدينة بالتحديد والضواحي، لانه بتزداد الحالات وفي المخيمات. يعني مثلا مخيم نور الشمس تقريبا 100 اصابة وصلت الان، يعني احنا في تقريبا 33 حالة نشطة، وفي مخيم طول كرم 60 إصابة ومنها 40 نشطة. طب الوضع يعني هنا في خطورة، لكن انت يعني بين الإغلاق الإغلاق التام اللي حصل في شهر 3 مثلا، اللي الناس يعني بتقول لو نعود عليه، احنا كمؤسسة وطنية كمؤسسة أمنية أخف عبء علينا موضوع الإغلاق، الإغلاق الشامل. كعبء علينا في العمل هو الإغلاق الشامل، بيكون يعني أدواته ووسائله أقل عبء. نعم نعم. طب إذا في حالة الرقابة الشديدة والإجراءات والمتابعة بزيد العبء علينا. طب ما هو عطوفتك خلينا نكمل. نعم. الوضع الاقتصادي في حالة الإغلاق الشامل زي ما كان حاصل يتضرر الوضع الاقتصادي، في حالة الرقابة اللي احنا قاعدين بنمارسها في هذا الوقت والمتابعة والإجراءات العقابية وغيرها، الوضع الاقتصادي أفضل، بضل يعني مستمر على الأقل بالحد الأدنى. وإحنا مجتمعنا الاقتصادي يعني وضعنا الاقتصادي بشكل عام يعني مش الوضع الجيد ولا هو ممتاز، ولا عندنا الإمكانيات أي دولة أفضل منا. طب المواطن ولسان حال المواطن يسأل ويستفسر بصراحة، إمتى ممكن المحافظ يأخذ قرار الإغلاق؟ يعني كتير إحنا سمعنا بعض التساؤلات والاستفسارات من المواطنين، وهذا بصراحة كانوا يوصلونا إياه عشان إحنا نوصله بدورنا لعطوفتك لصوت المواطن. طب شو مستني عطوفة المحافظ؟ ليش مش عامل أو مش ماخذ قرار الإغلاق؟ طالما إنه إذا ما بدنا فرض للإغلاق فالمفروض يكون في فرض للتعليمات السلام الوقائية من الكورونا بالقانون والعقاب، لكن للأسف الالتزام من قبل مواطنين يعني قليل جدا وضحل جدا. فبالتالي يعني إمتى ممكن فعليا يتم أخذ قرار الإغلاق على مستوى محافظة طول كرم؟ أنا قلت قبل قليل الإغلاق بالنسبة للمستوى الرسمي هو أقل عبء، ولكن في مواجهة مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عند الناس وعند في المحافظة. يعني مش ببساطة احنا بنقول نعمل إغلاق. وأيضا في دليل أو في إجراءات يجب اتباعها في موضوع الإغلاق، مش مجرد أنه احنا فكرنا في الإغلاق ومجرد أنه هناك في مطالبة بالإغلاق بدنا نغلق. في إجراءات بدها توفر كل الطواقم الطبية، الوضع الاقتصادي، الوضع التربية والتعليم اللي احنا هسا اساس. احنا كنا في السابق ما عندناش هاي المعضلة دوام الطلاب، الان اصبح في عنا موضوع جديد ما كناش يعني جزء منتبهين عليه في الفترات السابقة، لانه كان في يعني مدارس مغلقة وكمان الجامعات يعني منتظر موضوع الجامعات. فبالتالي يعني نقدرش احنا نغفل عن هذه المسائل كلها. النسب الموجودة عندنا لحد هذه اللحظة احنا مش بس يعني في محافظة طول كرم عن النسب المكتشفة المعروفة لدينا اقل من 0.5%. نعم. حالات الاصابات الموجودة يعني من كل 100 واحد تقريبا 0.5 او من كل 200 واحد، من كل 200 في واحد مصاب، وهذه نسبة مش يعني مش يعني الوضع لا يستدعي عملية الإغلاق حتى يعني هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة ما فيش يعني ضرورة ملحة للإغلاق، واللي بقول ليش احنا أغلقنا في الوقت في البدايات، خلينا نقول إنه مين كان بيعرف يعني هاي الجائحة كيف بتكون مراحلها ولوين بتوصل. يعني مين كان بيعرف؟ ما حدش كان بيعرف.
انه لمده سنه سنتين، شو تطوراتها، شو تفاعلاتها، ما كان في هذاك الوقت بعرف حد. فبالتالي الاجراءات اللي اتخذت في البدايه هي محاوله ل يعني انهاء الحاله مبكر، ولكن احنا مش اللاعب الوحيد في المعادله. اللاعب في لاعب رئيسي بجنبنا اسرائيل، اللي هو العماله وازدياد الحالات واتباع اجراءات يعني مربكه في اسرائيل. احنا لحد الان مش عارفين شو بدهم من اسرائيل. اليوم بيغلقوا وبعد خمس دقائق بيفتحوا. بيعلنوا عن حاله طوارئ وحاله اغلاق شامل. وبنضطر احنا نتبع بعض الاجراءات وفقا لاجراءاتهم، ولكن للاسف هم بغيروا بده وكانهم يعني بديش اتهم، لكن هم معنيين انه احنا في حاله ارباك. طب احنا هون من ضمن التعليقات بتقول مش معقول بدهم يضلوا عاملين اغلاق على طول، الخلل في التزام الناس، طالما في خلل في وعي الناس ولا 100 اغلاق بنفع معهم فعلا، وطويله وجايتنا شتاء اشهر طويله، هل يعقل يضلوا مغلقين؟ ما هم اغلقوا شو صار؟ اول ما فتحوا بترجع الكورونا. في كمان هون مشاركات من خلال بث المباشر، عطوفتك ربنا الحامل اولادنا، لكن اذا تم نقل العدوى للاهل مما يعانون امراض مزمنه من يتحمل المسؤوليه؟ ايضا عبد الله ابو الاوس طاحون بيقول لا داعي للقلق والتوتر، ممكن ان نموت بعد قليل. الله يسعد صباحك يا عبد الله، ويسعد صباحك يا ياسمين حوسو. كذلك مهيوب هرش بيقول الاغلاق لا يجدي نفعا، الافضل فرض تعليمات صارمه جدا جدا جدا. لكن بالعوده مره اخرى إلى موضوع العينات وربما اللامبالاة يعني التباهي في خرق التعليمات من قبل من يجب أن يفرض عليهم الحجر، الذين أخذت منهم العينات لحين خروج نتيجة الفحص، للأسف ما بيلتزموا بالحجر، يتجولوا بيقول لك ما هي النتيجة بدها 3 أيام. لماذا حتى هذه اللحظة لم تحظى محافظة الكرم بجهاز الفحص الذي كان منذ بداية الأزمة حتى هذا الوقت قد وعد بأن يتوفر في المحافظة؟ يعني ليش مش موجود عندنا جهاز فحص يوفر علينا الوقت والجهد بدل إرسال العينات إلى أماكن خارج المحافظة؟ 44 اللي امبارح تم إعلانها من عينات الخميس عطوفتك، وبالتالي للأسف كان من ضمنهم طواقم طبية وفنية في المشافي والمراكز الطبية اللي اختلطت مع الكثير من الحالات المرضية والمواطنين، وهذا من شأنه أن يفاقم في انتشار الفيروس والأزمة. وبالتالي أليس من الأولى أن يتم توفير هذا الجهاز كما وعدنا به سابقا وبقية المحافظات الأخرى؟ يعني أنا بضم صوتي لصوته 100%، أنا معاه وبسعى على إيجاد الجهاز بأسرع وقت ممكن، وهو بأي شكل من الأشكال هو إضافة نوعية في مواجهة الفيروس. ولحد الآن تأخر هذا الموضوع، أنا يعني بديش أقول شو الأسباب، لكن بنقاتل جميعا من أجل أنه مجيء هذا الجهاز. ويعني هذا الموضوع يعني صار في بعض الإجراءات قبل أسبوع تقريبا 10 أيام توقفت قليلا، وإحنا اليوم بوعده أنه يكون أحد أهدافنا الرئيسية إيجاد الجهاز. نعم، لهذا الرأي يعني يجب أن أكون أنا أداة لإنجاز هذا المشروع إن شاء الله. يعني احنا بنتمنى بصراحة ان شاء الله توفير الجهاز في اسرع وقت ممكن، تطبيق الغرامات والعقوبات عطوفتك على كل من لا يلتزم بالاجراءات، لانه هون كمان في اجماع من قبل المواطنين بخصوص انه احنا مع فرض غرامات على كل من لا يلبس الكمام، الكل بيلتزم. وايضا بيقول رفع محمود بيقول رفع قيمة المخالفة ل 300 شيكل هيك المفروض. وفي كمان اسماء بتقول لازم كل واحد يتقيد بالتعليمات وغرامة مالية على كل واحد ما بيلتزم. وفي كمان يعني مشاركات اخرى تؤيد موضوع التعامل بلغة القانون. أيضا في هنا مشارك بتقول بدل ما نوجه أصابع الاتهام والمسؤولية على المحافظة يجب أن نكون قد المسؤولية ونعترف بأن كل المسؤولية تقع على المواطن وثقافة المواطن، لا جهاز ولا غير ولا إغلاق ولا شيء أهم من الالتزام. هذه مشاركة تجمل ربما القول، وبالتأكيد أشكرك جزيل الشكر عطوفتك على هذه المداخلة والتعاون الدائم، وبالتأكيد نتمنى الخير كل الخير والرقابة الحثيثة والدائمة من قبلكم لكافة المواطنين والمؤسسات. ملاحظة بسيطة، نعم. أنه الشرطة امبارح جهاز الشرطة تقريبا 67 حالة غرامات موجود،
وفضوا أراس كثيرة، وكان في نشاط يعني مميز عن المراحل السابقة بيوم الجمعة. في نشاط مميز، وإحنا يعني وإياهم بنستمر في هذا الموضوع طبعا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جميعا. نعم نعم، إجمالا نشكر أيضا الأجهزة الأمنية على دورها ومن يتواجد في الميدان. دائما أبدا بنقول الإنسان اللي بيكون موجود في الميدان من قبل المسؤولين والجهات المختصة يكون على مقربة وهموم المواطن، وأيضا على مقربة والاطلاع عن كثب على المخالفات والتجاوزات. مشكور مرة أخرى عطوفتك على جهودك، وما بننسى أيضا على التعاون الذي نمرره من خلالك بالقضايا الإنسانية التي يتم الاستجابة لها. أولا بأول شكرا على هذه الاستجابة، ونشكر المواطن الملتزم الذي دائما وأبدا يطبق القانون حفاظا على صحته وصحة المحيط. هذا الإنسان الواعي الرائع اللي بيعرف شو يعني أن أنا ممكن أفقد عيلتي، والدي أو والدتي أو أطفالي أو اللي بيعانوا من الأمراض المزمنة. إذا بنكمل معكم بالتأكيد في هذه اللحظات ولكن بعد الفاصل.